فقرتنا التالية رح نحكي عن الإبداع يلي هو بكثير من الأحيان قد تجد عقلك يحوي أفكار متصلبة ومتحجرة وكأنه هو يأبى التفكير. لذا قد تسأل عن طرق توليد الأفكار الإبداعية، كيف فينا نكون أكثر مبدعين، كيف فينا نأخذ الإبداع من المحيط، وكيف فينا نعطي هذا الإبداع ونعبر عنه بطريقة صحيحة، وكيف فينا نورثه لأبنائنا. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة لبنى بشارع، خبيرة تنمية إدارية. صباح الخير دكتورة لبنى، اشتقنا لك. صباح الخير. صباح النور. أهلا فيكم دكتورة. تمام تمام. هلأ عم نحكي عن شغلة كتير مهمة وكتير مفروض تكون متنمية عنا وعند أطفالنا، بس ولكن مثل ما ذكرت ليا بالمقدمة أحياناً نوصل هيك لمرحلة، خلينا نقولها بالعامية، بقول أنا ماني قادرة أفكر، أنا عقلي واقف، أنا ماني عم بقدر لاقي حل لشيء، أو ماني عم بقدر أفكر بشيء بيخدم موضوعي أو مشكلتي. خلينا نحكي اليوم بهذه المرحلة نحن كيف قادرين أنه نطلع من هاي الحالة ونبلش عن جديد بهدول الفكر الإبداعية. بالبداية الإبداع هو ليس وليد مكان، إنما هو وليد حاجة، فممكن يكون حاجتنا حالياً هي مصدر تفكيرنا بأفكار إبداعية، كونه في نقص بالموارد، كونه في حاجة لكتير أمور، فممكن هذا الموضوع هو يدعم ويحفز التفكير عنا للإبداع. هي أولاً. ثانياً هو ممكن يكون إذا ما كان وليد حاجة، وهو غالباً هيك بيكون، ممكن يكون وليد رغبة، الرغبة بالتطوير، الرغبة بالتحسين، الانتقال لشيء أفضل. دائماً الأمور الإبداعية هي يعني وجدت لتطوير حياة الإنسان. أكيد. فتطوير حياة الإنسان بتكون إما من تخفيض الجهد بالنسبة له، أو التكلفة، أو الزمن اللي بيحتاجه لينفذ أي موضوع. فلذلك الإبداع هو منقدر نحن نولده. في تقنيات ممكن نكتسبها، وهذا يعني ناحية إيجابية أنا بقولها للجميع، أنه مو هي حالة موروثة إنما هي مكتسبة. فمعناته في عنا غير الرغبة أو الحاجة نتيجة الظروف، في عنا تقنيات ممكن نحن نتعلمها. مثل شو؟ مثل مثلا أسلوب سكامبر، أو مثلا قبعات التفكير الست لإدوارد دي بونو، أو مثلا الكلمة المحفزة. طبعاً كمان الجميل بالموضوع أنه هي مو لفئة معينة، لجميع الفئات العمرية من الروضة للعمر 60 و70 سنة ممكن نحن نفكر بهي الأمور. فإذاً في عنا حاجة أو رغبة، وفي عنا تقنيات مساعدة، وفي عنا ظروف مساعدة. الظروف شو هي ممكن تكون؟ إما تقسم لنوعين كمان الأماكن المساعدة على توليد الأفكار الإبداعية، إما أماكن منكون لحالنا منفردين فيها، أو أماكن منكون ضمن جماعة. طب هدول عكس بعض شلون؟ التفسير تبعه انه الاماكن اللي بنكون بمفردنا هي اللي بتخلينا نستغرق اكثر ونتعمق ونحلق بالخيال، مثل وقت نكون قبل ما نروح، وقت نروح ننام قبل لحظات النوم، او عند الاستيقاظ، او وقت الواحد يكون عم بيعمل رياضه. ما ضروري يحط سماعات ويسمع اغاني لانه بيروح عليه فرصه تفكير ابداعي. هلا بالمقابل لما نكون بحاله جماعيه كيف ممكن يكون؟ منكون ضمن الحالة الجماعية اللي عم تطرح أفكار مفيدة مثل محاضرة أو اجتماع، لكن منا مركزين معهم. فشو اللي بيصير هون؟ إنه كمان نحنا شوي مبعدين بفكرنا، لكن عم نلقط كم فكرة إبداعية أو مهمة، لنقول مو إبداعية، مهمة، فمنربطها بطريقة إبداعية مع الشيء اللي عم نفكر فيه، فمنخلق حالة مهمة لازم نستثمرها. تمام. دكتورة يمكن خلينا هيك نرجع للأطفال، يعني كل حدا أو كل طفل بيكون مبدع بطريقة ما، ولكن مثل ما ذكرت من شوي لازم تتحقق ظروف، لازم تتحقق يمكن أفكار إبداعية لرفض أفكاره للطفل وللشاب ولا أيضا الصبايا. خلينا نقول اليوم كيف فينا نحن نربي أطفالنا بطريقة نحترم الأفكار الإبداعية، ما نفرض عليهم أفكارنا أو نقصنا، لحتى هن يتربوا بطريقة هن حابينها وبإبداعهم هن. هلا في كتير ظروف مساعدة. أولاً هو الإبداع ممكن يكون عن طريق اللعب، إنه نحن عم نلعب معهم فنخلي خيالهم ينمو ويحلق. هلا ما بيكفي إنه الخيال ينمو، لازم كل شيء فيه فكر مميز وفريد
لازم نحن نسعى لأنه نحوله لعمل، لأنه الإنسان بطبيعته بيفكر بآلاف الأفكار بالدقيقة الواحدة، لكن هل هي الأفكار تستمر لتعطي نتيجة أو هل تستمر لتتحول لفعل؟ لأنه بعض الأفكار هي عبارة عن تحليل بس، فممكن عطت نتيجة التحليل، أما العمل الإبداعي هو بحاجة لتحليل وإعادة تركيب بطريقة مختلفة، إعادة تركيب الأفكار. طبعا. هلأ بعد ما ركبنا الأفكار بدنا نتحول لحالة العملية اللي هي تنفيذ هاي الأفكار ليطلع عنا عمل مبدع حقيقي واضح قدام العيان. فهذا الموضوع معناته أنه نحن منهيئ له بيئة، إذا كان بفئة عمرية صغيرة فهو بيكون عن طريق اللعب، إذا بفئة عمرية كبيرة نحن نستثمر هاي الأفكار، يعني منشعره بقيمة هاي الفكرة، فبيكون في جهات أو أشخاص ممكن يتبنوا له أفكاره ويطرحوها لتكون ب نحن للأسف عم نجمد أفكار الكبير والصغير عبر السوشيال ميديا وعبر التكنولوجيا. هو لأنه عم بيروح وقت كتير من وقت الشخص هذا، الوقت الثمين يعني اللي لا يعوض، هو عم بيروح بأمور بسيطة أو يعني هي ترفيهية بالعادة بتكون، فهذا مؤسف. يعني يفترض ننظم نحن ككبار أقل ما يمكن ننظم وقتنا وننظم وقت الأطفال، لأنه نحن اللي منقدر نسيطر نتحكم أكثر بوقتهم، لكن مو نسيطر على وقتهم بطريقة تكون مملة، لا، ممكن اللعب المفيد اللي هو بيولد لي أفكار خلاق، خلينا نقول اللعب بيخلق فكرة جديدة. ذكرتي حضرتك أنه نحن بجوز بالضيقة نفكر 10,000 فكرة، 1,000 فكرة، 100 فكرة اللي هي، ولكن مو كل شيء بيمرق بأفكارنا هو صح أو هو إبداعي، يمكن يكون سلبي، يكون مدمر يعني ببعض الأفكار. اليوم نحن كيف قادرين نميز أنه هاي الفكرة عن جد إبداعية ومفروض اليوم نشتغل عليها نطورها نعملها بناء نأسس لها أو لا؟ تمام، في عندنا خصائص أساسية بالأفكار الإبداعية. أولاً أنه تكون الفكرة اللي توصلنا لها أصيلة، الأصيلة يعني حديثة، يعني لم تكن مطروقة سابقاً. هلأ ممكن يكون الموضوع موجود لكن نحن عدلنا عليه بطريقة مميزة، فهي أساس الإبداع هو الأصالة بالفكرة أنه جديدة أو حديثة. ثاني شيء الميزة المهمة لازم تتوفر بالفكر الإبداعي الفائدة، لأنه ممكن نحن نطلع بكتير أفكار جديدة لكن ليست مفيدة أو لا تضيف أي قيمة، فنحن ما رح نروح نشتغل فيها. هلأ شو معنات مفيدة؟ معناته أنه يكون في طلب عليها بالسوق، يعني في احتياج عند المواطنين بغض النظر مهما اختلفت شرائحهم أو فئاتهم، في حاجة، هي الحاجة بتخلي هي الفكرة بالفعل نطلب أنه تكون موجودة كعمل مو بس كفكرة، كتنفيذ. وهذا العمل لما يتحول لتنفيذ بيصير كسلعة أو كخدمة بيخدم فئة جيدة من أبناء المجتمع، فهذا الشيء بيولد لي حاجة أو منفعة موجودة ضمن خصائص الفكرة الإبداعية. فإذا منميز الأفكار الإبداعية عن غير الإبداعية، أولاً بأنه هي الحداثة أو الأصالة، ثانياً الإفادة، ثالثاً أنه هي الأفكار قابلة للتطبيق. يعني في كتير أفكار منقول خيالية، هلأ بدنا نميز بين الخيالي المستحيل والخيالي القابل للتطبيق. يعني أينشتاين لما هو عمل أفكاره كلها ونظرياته كانوا العالم يقولوا هذا عم بيحكي بشيء خارج عن المألوف، خيالي، لكن السعي والاستمرارية هو اللي بيخلينا نوصل للنتيجة ونقول أنه لا فعلا هي الفكرة هي إبداعية وقابلة للتطبيق. نعم، خلينا نحكي بتبادل الأفكار الإبداعية بالعمل بالشغل. يعني دائما بنشوف مثل ما بيقولوا إيد وحدة ما بتزقف، فنحن دائما بالاتحاد فيه قوة، فما بالك تبادل الأفكار وتبادل يمكن الآراء والمخانقات لحتى نوصل على فحوى جديد ومفيد للجماعة. خلينا نحكي كيف فينا نحن نقدم الأفكار الإبداعية وناخدها من الناس أيضا. تمام، هلأ كيف ممكن نستفيد من الحالة الجماعية؟ أولا الحالة الجماعية هي لا تفيد فقط في التفكير الإبداعي، هي بتضيف فكر، فهي بتنمي المعلومات. لأنه أنا لما أقعد بلجنة مثلا شخص بيفهم فيها بالأمور القانونية وشخص بالأمور الثقافية وآخر بأمور التجارية، فأنا بكون عبزيد معلوماتي نتيجة نقاشهم بتفاصيل من اختصاصهم. فإذا الحالة الجماعية أضافت لي معلومة بغض النظر لسه ما وصلنا لهي إبداعية أو لا. ثاني شيء خلقت لي حالة من العصف الذهني، لأن حالة الحوار تا
تعمل حالة عصف ذهني. العصف الذهني بيعمل تحليل للأمور، فإذا أنا استفدت إضافة معرفة، تحليل، تصفية وفرز لهي المعلومات، بعدين هون بتجي الحالة الإبداعية وين بتتم؟ بآخر مرحلة. وين منقدر نميز الأفراد عن بعضهم، شخص عن آخر؟ هي عملية التركيب الأفكار. في شخص بيعيد تركيب الأفكار بطريقة جديدة فممكن يولد فكرة إبداعية، أو شخص لا ممكن يمشي على ثقافة العمل السابقة فبيقول نحن سابقا حلينا الموضوع بهالطريقة وكانت جيدة، هون ما بيكون العمل إبداعي. كيف في حدا بيعطي فكرة وحدا بيرتبها ولكل حدا له دور، ولكن كيف تترجم هي الأفكار؟ يعني كل حدا بيمتلك أفكار إبداعية ولكن كيف تترجم لتنطرح على الجماعة؟ هلا ضمن الجماعة عادة بيكون في قائد فريق عوراء مثلا، ممكن نحن نترجم عدة، نعم نحكي عن أفكارنا، أفكارنا في عدة أفكارنا أساليب لحتى نطرحها مع الجماعة. تمام، في عدة أساليب. أوكي. في عنا العصف الذهني الكتابي والعصف الذهني الشفهي. أوكي. الشفهي بنطرح أفكارنا مباشرة، ويفترض بهي الحالة أنه ما يكون في تقييد لحرية أي شخص بالتعبير عن رأيه، على أنه يكون مختصر لأنه مشان ما يأخذ من وقت الآخرين. أما العصف الذهني الكتابي بيتم توزيع وراء وبعدين بيتجمعوا، بيكون في شخص بيقوم بقراءة هاي الوراق كلها، بعدين بينحطوا ضمن أولويات لحتى نقوم بعملية فرز وتصفية. فإذا في عنا الطريقتين هنين موجودين واثنين صحيحين مشان ما يتم توجيه انتقاد لأي شخص على رأيه، منتوجه لعملية الكتابي. فهذا الهدف. ذكرتي كمان حضرتك أنه أحياناً فكرة إبداعية تنطرح إن كان تسويقياً أو تخدم المجتمع، وبتخدم فئة كتير كبيرة من المجتمع كان شباب أو صبايا، بس اليوم قدامهم دعم الشخص المبدع. اليوم عم نشوف كتير إبداع سوري خارجي، تمام، وهذا الشيء بسبب قلة الدعم أو قلة الإمكانيات داخل البلد. ما بعرف قديه مهم اليوم نحن قلة إمكانياتنا، هل عن جد موجودة لحتى نشوف أنه نحن اليوم ابن سوريا مبدع خارج سوريا وداخل سوريا عم يقتل حلمه، عم يصير في تضيق كتير كبير على أفكاره؟ قديه مهم اليوم الدعم إن كان من الجهات المعنية أو من محيطنا؟ هو مهم جدا، لكن لأرجع لخطوة شوي لورا، أنه الفكر الإبداعي لا وطن له. تمام. يعني أفكارنا بتطلع بكل مكان، بس الفكرة أنا اليوم عندي لكن فكرة استثمارها. تمام، هي النقطة اللاحقة. استثمار الفكرة، هذا اللي تفضلتي فيه حضرتك، هو بيحتاج لبيئة حاضنة. هي البيئة الحاضنة مين ممكن تكون؟ أولاً ممكن يكون الشخص نفسه إذا عنده الإمكانية، أو ممكن يكون فرد آخر، شخص تاني تشارك هو وياه، قال له أنا بمول لك الموضوع أو بدعمك فيه، أو تكون جهة. هي الجهة هي إما حكومية أو قطاع خاص أو أهلية أو مشترك بين كل هدول الأمور. فإذا عندنا هي النواحي، هي المجالات أو الأمور اللي ممكن هي تستثمر وتكون حاضنات للأفكار الإبداعية. لكن قبل ما الشخص يقدم أي فكرة إبداعية من عنده، يفترض يكون عامل لها حماية ملكية فكرية، يعني حماية حقوق المؤلف أو حماية حقوق الاختراع. تمام، براءة اختراع بياخد فيها، طبعا بياخدها من وزارة التجارة الداخلية في مديرية مختصة، وممكن كمان يسجلها خارجيا بمنظمة الوايبو. هي بيصير بقى هو مثبت عالميا انه هو الفكرة لإله. هلا قدين احنا بحاجة لهي الحاضنات؟ بحاجة جدا، لانه اولا ممكن ينقصنا التمويل، ممكن انا مولى لكن ما بقدر سوقة، انا ماني الشركة مسوقة، ما عندي زبائن حتى لو ما كنت مسوقة، بشتغل بالتقنيات بالإلكترونيات بكذا، لكن ما بعرف أنا مين الشرائح المستهدفة عندي، وما عندي دراسات وبحوث السوق. فنحن بحاجة كتير كبيرة لتبني هاي الأمور. هلأ في عنا لنقول هون جوا بالبلد خلل بنقطة ممكن نحن نتجاوزه، هو ربط المستثمر بالمبدع، اللي الأشخاص مثل ما بنعرف كلنا خالق الفكرة يعني. تمام، مو عنا معرض الإبداع والابتكار بيقدموا عليه كتير من الأشخاص بالفعل بأفكار إبداعية. هلأ هون ممكن نحنا نشتغل، يعني نضيف قيمة لعملنا كخطوة للأمام، بأنه نعرف المستثمر كونه كمان غرف الصناعة والتجارة تتبع لنفس الوزارة، نجيب نجمع المستثمرين مع الأشخاص اللي آخدين براءات اختراع. فهي بتكون خطوة إيجابية.
تماما. يعني اليوم كثير عنا مبدعين وعم نشوف يمكن عم تتنفذ هذا الشيء يمكن خارج البلد، يمكن بظروف احسن. اليوم نحن عنا سلاح ذو حدين بين ايدينا وهو السوشيال ميديا وهو الانترنت، يعني مثل ما بيقولوا مره حلو، ولكن خلينا نحكي نحن كناس عنا أفكار ما عنا مكان نروح له أو ما صح لنا فرصة نروح إلى مكان محدد عبر الإنترنت. كيف فينا نحن نوصل أفكارنا الإبداعية؟ كيف فينا يعني نسوق له بشكل أفضل لابتكارها بأماكننا نحن وقاعدين يمكن ببيتنا؟ صحيح، نقطة كتير مهمة، لأنه حاليا كل المجتمعات مو بس عنا متوجهة للإنترنت والسوشيال ميديا. فنحن هون بدنا نركز على موضوع التسويق الإلكتروني. التسويق الإلكتروني فيه له خصائص. الخصائص هي أولا وضوح الفكرة، ثانيا إبراز ما يميزها، والأهم من ذلك هو التوجه للشريحة اللي هي ممكن يكون في عندها طلب، في عندها حاجة لهذا الموضوع. يعني أنا ما بروح بعلن عن المنتج تبعي أو الفكرة الإبداعية بشكل عام، لأنه بكون أنا عبشتت أفكاري وعبشتت مجهودي. لكن أنا بتوجه لمين؟ بتوجه للأشخاص اللي هن ممكن أنه يكونوا زبائن عندي يشتروا الفكرة. فهي أولاً بدي أعرف السوق، بتوجه أنا مباشرة، بيكون كل شركة في عندها خدمة زبائن. أنا ممكن اتصل بخدمة الزبائن أو ممكن اتصل بالـ PR بالعلاقات العامة عندهم لأطلب منهم تسويق للفكرة. لكن لحتى أنا أقدر سوق للفكرة تبعيتي في عندي شروط لازم تتوافر فيني. أولاً كمان الشروط ممكن أقسمها لجزئين، شروط مرتبطة شخصياً فيني بشخصيتي، وشروط بأسلوبي كتقديم. سوق العمل كمان له تأثير كتير. هو توجهنا بالأول لسوق العمل، هلأ كيف بدي أقدم لهم يا؟ كيف بدي أقدم له لسوق العمل الصحيح؟ في عندي خاصيتين، الأولى مرتبطة بأسلوبي كأسلوب عرض، والثانية مرتبطة بمضمون عرضي لإلهم. أسلوب العرض شو بيتضمن؟ البادي لانجويج اللي أنا بظهر لهم إياها من ثقتي بمشروعي، أسلوبي بالحوار، بالإصغاء، بالتفاوض معهم. هي الأمور كلها هي بتعبر عن شو؟ عن أسلوب العرض. أما مضمون العرض فهو شو لازم يتضمن؟ كمان مجموعة نواحي بيتضمن. أولاً أنا بقول لهم مين الفئة اللي رح تستفيد من المنتج؟ يعني أنتم كشركة فيكم توزعوها لهدول الأشخاص. فكرتي لمين نواجهها؟ تمام، لأنه أنا عم بحكي مع المستثمر اللي بده يوزعها على السوق. صحيح، وبين له نسبة هدول الأشخاص، فهون ببرز له بأرقام، لازم حط أرقام لأن أكون شخص مقنع أكثر. وبين له أهمية الفكرة تبعيتي. فإذا بين له مين هي الفئة المستهدفة، بين له مراحل التنفيذ. هي المراحل لازم أنا أطرحها بطريقة متسلسلة بسيطة واضحة وسهلة، ما أعطيه مصطلحات هو بجوز ما بيعرف بآلية التصنيع. فأنا لازم أطرح له إياها بطريقة مبسطة وسهلة عليه بدون ما أفوت بالتعقيدات تبعيتها. ثالثاً لازم بين له جميع المزايا اللي هي بتوفر له إياها من وقت وجهد وتكلفة هلأ، والمدة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع التقريبية طبعاً. فأنا هيك بحطه بصورة واضحة عن الموضوع، بكون قدمت له برزنتيشن واضح وفيه ثقة مني بأهميته لإله. تمام، يعني نحن اليوم يمكن طرحنا موضوع كثير بحاجة الناس يعرفوا كيف أفكارهم الإبداعية فيهم يستثمروها، لوين يتوجهوا، كيف يبلوروها أكثر. بدنا نشكرك كثير دكتورة لبنى، شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا كثير أكيد للمعلومات، وتصديقا على كلمتك إنه نحن عنا عن جد أفكار إبداعية كثير حلوة. شفنا بمعرض الهمك مشاريع طلابية بتجنن لطلاب الهندسة. صحيح. منتمنى أنه تلاقي الدعم إن كان مادياً إن كان معنوياً، قديم هم كمان اليوم بدعم المعنوي. طبعاً أكيد، ونشوف مشاريعهم عن جد على الأرض. بدي أتشكر حضورك وأهلا وسهلا فيك. شكراً لكم، نهاركم سعيد.